السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقه للحديث عن احاطه وكيل الامين العام للشؤون الانسانيه في الامم المتحده عن الوضع الانساني في اليمن. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن المنظمة الدولية تخسر في معركتها ضد المجاعة في اليمن، وأوضح في كلمة له أمام مجلس الأمن أن الوضع هناك مثير للقلق ويقترب من حدوث مجاعة تسفر عن خسائر هائلة في الأرواح. تأتي هذه التحذيرات وسط أرقام تتحدث عن نحو 22 مليونا يعيشون على المساعدات الإنسانية بشكل ما، وقرابة 18 مليونا يعانون من نقص في الأمن الغذائي. هذا يعني أنهم لا يعرفون أين سيحصلون على وجبتهم المقبلة. ومن بين هؤلاء 8 ملايين يعانون من نقص شديد في الأمن الغذائي. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: مستقبل المجاعة في البلاد في ظل واقع الحرب، ودور التحالف والحكومة والمنظمات الأممية والمحلية في الحد من هذه المجاعة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. خسرنا معركة الجوع في اليمن. اعتراف دولي من داخل مجلس الأمن بالفشل في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تفتك باليمنيين. فالأمم المتحدة وعلى لسان وكيل أمينها العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أكد في جلسة مجلس الأمن الجمعة الماضية معاناة 18 مليون يمني من الجوع الذين لا يعلمون متى سيحصلون على وجبتهم التالية، مشيرا إلى وجود أكثر من 1 مليون حالة اشتباه بوباء الكوليرا التي تسببت بوفاة أكثر من 2000 شخص. أغلب كلمات أعضاء مجلس الأمن حذرت من تأثير المعارك على الموانئ، ففي الوقت الذي أبدت فيه الأمم المتحدة قلقها من خطورة إغلاق ميناءي الحديدة والصليف، أكدت بريطانيا على ضرورة بقاء المعارك بعيدة عنهما. الموقف الأمريكي كان داعماً للموقفين البريطاني والأممي، حيث دعت واشنطن إلى حماية صوامع الحبوب وعدم اقتراب المعارك من الميناء، وهو ما يشير إلى ضوء أمريكي غير معلن للتحالف لتحرير أجزاء من مدينة الحديدة. لكن الموقف الروسي حاول التغريدة باتجاه ضرورة بناء تدابير الثقة، داعياً إلى ضرورة مشاركة إيران في دعم الأمن في اليمن والمنطقة، مقترحاً وضع الحديدة تحت الرقابة الدولية. الجوع اليمني في مجلس الأمن أسوأ جوع بإجماع العالم، لكن هذا العالم الذي يمتلك الإمكانيات لإيقاف مسبباته لم يخرج بعد من دائرة التحذير والإدانة في وضع لا تمتلك فيه الشرعية غير مناشدة هذا العالم بتحرك جدي لحسم المعركة مع ميليشيا الحوثي المتسببة الأولى في الأزمة الإنسانية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من الأردن المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني لماذا تدافع القوى الكبرى أو تدفع باتجاه دفع المعارك بعيدا عن محافظة الحديدة؟ يعني واضح بأنه المشكلة في الحديدة أنها الميناء وكذلك العدد الكبير من السكان الذي سيتأثروا من الحرب، وهذه طبعا ليست جديدة. يعني قضية الحديدة منذ أن طرحت، وموضوع الساحل الغربي منذ أن طرح، وهناك شبه إجماع على أن المعركة في هذه المنطقة ستؤدي إلى كارثة إنسانية لسكان هذه المنطقة والبقية مناطق اليمن، كون الحديدة هي المنفذ الرئيسي إلى جانب الصليف، المنفذ الرئيسي لدخول المواد الغذائية المستوردة من الخارج. ولهذا الكارثة الإنسانية بالفعل بدأت تتحقق كما كان متوقعا، وهي لا زالت في بدايتها.
رغم أن المعارك عمليا لم تدخل مدينة الحديدة فعليا، لا زالت في أطراف مدينة الحديدة. والحديث كما ذكر في تقريركم بأنه يبتعد عن صوامع الغلال ويبتعد عن مراكز تخزين الغذاء وعن الميناء، معناه أنه الحرب لا يمكن، الحرب ليست الدخول إلى مطعم واختيار ما تريد وترك ما لا تريد. الحرب ستتوسع في أي منطقة وستصل إلى المناطق التي العالم لا يريد أن يستهدفها، وبالتالي مجرد اشتعال الحرب علينا أن نتوقع بأن هذه المراكز الرئيسية ستتأثر إما تلقائيا أو مخطط له. يعني لا نستبعد بأن الحوثيين سيجرون خصومهم إلى معارك داخل هذه المناطق، وهذا أمر متوقع وطبيعي في ظروف الحرب. لا نستبعد بأن الحوثيين قد وضعوا ألغام ومتفجرات في المراكز الحيوية مثل الميناء وأيضا خزانات النفط وأيضا مراكز تخزين الحبوب وغيرها لتفجيرها في الوقت المناسب، ومن ثم تحميل التحالف مسؤولية ما يحدث أو خلق أزمة إنسانية تلقى باللوم عليهم على التحالف كما هو حاصل كونه الطرف الذي بدأ بالهجوم. وبالتالي الأوضاع في الحديدة هي أوضاع صعبة وكارثية سياسيا عسكريا إنسانيا من كل الجوانب. نعم، لكن سيد عبد الناصر، يعني تعليق الأمور بهذا الشكل، لا لأنه استطاع يعني المجتمع الدولي إيقاف المعارك وإبعادها تماما عن المدنيين، ولا استطاع أو ترك المجال لعملية حسم سريعة يعني قد تكلف كثيرا ولكن قد تحسم الأمور وتنهي الموت البطيء يعني المعاناة القائمة حاليا بسبب القتال في منطقة وأخرى، وبالتالي المعاناة يعني الناس تموت ببطء في هذه المناطق. يعني في البداية دعني بس أوضح شيء، أنه المعركة ليست لن تكون ولم تكن سهلة وممكنة، وبالتالي أن العالم وقف ضدها. المعركة من البداية كان واضح بأنها لن تكون سهلة، لأن ليس هناك لا قوة كافية تستطيع أن تسيطر بسرعة وبدون آلام كبيرة على الميناء وعلى مدينة الحديدة، وخاصة وأن الطرف المدافع هو متمترس داخل هذه المدينة وقد عمل حسابه على أن لا يخرج منها إلا بعد أن تدمر تماما. الآن الأمر الخطير الآن هو الحديث عن فتح ممرات إنسانية، وكأن التحالف يريد أن يفرغ الحديدة من سكانها المدنيين، ومن ثم الانقباض على الحوثيين داخل المدينة. ولكن أيضا هذه كارثة إنسانية أخرى، عندما تفتح ممرات إنسانية إلى أين تفتح هذه الممرات وليس لديك أولا ليس من حقك أن تجبر الناس على أن يغادروا منازلهم وممتلكاتهم وحياتهم ثم تنقلهم في أحسن الأحوال إلى مخيمات، ولكن حتى هذه ليست متوفرة. نعرف الآن أن هناك مئات الألوف من سكان تهامة متوزعين في مناطق كثيرة ويعانون في معظم المناطق التي رحلوا إليها، خاصة من لا يمتلك الأموال الكافية ليعيش في المناطق التي هو عايش فيها. إضافة إلى ذلك أنك ستعرض هذه المدينة وما داخلها من منازل ومن منشآت بما في ذلك الميناء وما في ذلك جميع المراكز الحيوية المهمة إلى الدمار عندما تفرغ هذه المدينة من سكان المدينة ويتم الهجوم عليها كما حدث في الموصل مثلا في العراق. وبالتالي الخيارات هي أصبحت سيئة جدا. يعني كان من المفروض أن يتم قراءة معركة الحديدة ومعركة الساحل بشكل عام قراءة إنسانية
قراءة حقيقية أولاً، تأخذ بالاعتبار الجانب الإنساني، الجانب السياسي، الجانب العسكري، ولكن هذه الأمور كلها لم تؤخذ منذ بداية العملية وحتى الآن. نعم، إذن تكرم البقاء معي سيد عبد الناصر، وشارك معنا في الحديث من الرياض المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. سيد سلمان، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سلمان. أطرح عليك يعني ذات السؤال الذي طرحته على المحلل السياسي عبد الناصر المودح، ولماذا تدفع القوى الكبرى باتجاه الضغط على التحالف العربي لمنع تحرير محافظة الحديدة؟ أولا أحييك وأحيي بيتك، وإن كنت في الحقيقة لم أسمع جيدا ما حدث بينك وبين الضيف، ولكن بالنسبة للإجابة على سؤالك، على سؤالك سيدي، ليس هناك أي ضغوط، هناك احترام فقط من قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن للقوانين والأعراف الدولية، وتصير وفق خطى واستراتيجية مرسومة معينة. أبرز ما في هذه الخطط الاستراتيجية هو حماية المدنيين والحفاظ على الأرواح البريئة. يا سيدي، أنت كما تعلم بأن في الحديدة الحوثيين قاموا بزراعة آلاف الألغام في الأرض، مما تهدد المدنيين أنفسهم. الحوثيين لديهم قناعة تامة بأن المحافظة ستتحرر، لذا قاموا بزرع الألغام في الأودية وفي الجبال وفي الأحياء السكنية وفي الممرات وفي الطرق الرئيسية من أجل إعاقة التحالف. التحالف حريص على أرواح المدنيين، ولذا هناك فرق عسكرية مختصين هندسيين يقومون بنزع هذه الألغام تفاديا لسلامة أيضا قوات التحالف وعلى أرواح الأبرياء. وليس هناك أي ضغوط دولية. تحرير الحديدة أمر حتمي، وأنا أقولها لك بالبنط العريض وعبر قناتكم قناة سهيل، تحرير الحديدة قناة بلقيس صحيح أمر حتمي ونهائي، يعني لا مجال فيه للمساومة لا مع دول عظمى ولا حتى مع أمم متحدة مع احترامي لها. نعم، لكن سيد سلمان، يعني البعض يطرح أن الناس يعني في هذه المحافظة يعانون من قبل أن تقترب الحرب إليهم، فما بالك بهذا الوضع والمعارك يعني تسير ببطء باتجاه المدينة، من حيث أنك ذكرت أن التحالف يعني يراعي حياة الناس، الناس تموت بشكل مستمر حتى وإن خرجت من المدينة، هناك يعني يستقبلها واقع مجهول، مخيمات لا تتوفر، يعني وضع صعب للغاية. غير صحيح يا عزيزي، اللاجئين هناك مخيمات للاجئين، وهناك دعم لا محدود من مركز الملك سلمان، وفر لهؤلاء اللاجئين مخيمات آمنة، ووفر لهم أدوية، ووفر لهم أغذية، ووفر لهم كل ما يلزم. هذا الكلام هو كلام للأسف كلام الإعلام الحوثي، لكن في الحقيقة أن ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن هو أمر أتمنى من الأمم المتحدة بدل تهريبها من الأسلحة والمتفجرات عبر سفنها تحت غطاء أغذية وأدوية أن تقوم بجزء واحد في المئة أو اثنين في المئة ما يقدمه مركز الملك سلمان. لكن للأسف يعني ليس هناك أي إنصاف، يعني ليس هناك لا هو لا أحد ينكر جهود مركز الملك سلمان، هو قدم الكثير، ولكن يعني الناس في محافظة الحديدة كما يرد من يعني مخيمات النزوح يعانون بشكل كبير أيضا، حتى أنهم يصفون أنه لا أحد يلتفت لهم، لا تحالف ولا منظمات ولا غيره، يعني هنا الأزمة متفاقمة بشكل كبير. أتفق معك تماما، المنظمات شغالة في الجانب الآخر مع الحوثي، لكن في الأخير التحالف يعمل لوجه الله ويعمل وفق إنسانيته وتعامله في مثل هذه الأعراف الدولية والقوانين المجتمعية في حماية المدنيين. لكن يعني كيف حصلت على هذه المعلومة أن الاتحاد أن اللاجئين لم يتم العناية بهم؟ أنا لا أدري كيف حصلت عليها. نعم، إذا سأعود إليك سيد سلمان عسكر. أذهب لضيفي الآخر سيد عبد الناصر المودع. يعني سيد عبد الناصر، هناك من يتحدث عن يعني مسألة أو عملية استغلال للجانب الإنساني في الحديدة، يعني يأتي ذلك بغرض وقف عمليات تحرير المدينة، كيف تفسر ذلك؟ يعني من من استغلال؟ أكيد يعني هناك أطراف تريد أن تستغلها، الحوثيين على رأسهم، الحوثيين يريدوا أن يستخدموا الجانب الإنساني ليبقوا الحديدة تحت سيطرتهم.
ولعدم حدوث المعارك في الحديدة بشكل عام، إضافة إلى أن هناك طبعا أما الواقع الإنساني السيء فهو يفرض نفسه، يعني لا يحتاج أحد إلى أن يثير هذا الواقع، الواقع هو سيء جدا بكل المقاييس. وكما ذكرت لضيفك من السعودية بأن الحديدة هي أصلا كانت تعاني من قبل الحرب، هي أكثر منطقة فقيرة في اليمن وسكانها يعيشون على الكفاف، أو معظم سكانها يعيشون على الكفاف، وبالتالي أي عملية عسكرية في بيئة مثل هذه ستخلق كارثة إنسانية، يعني هذه مسألة بديهية. ومن ثم هناك أطراف ستستغل هذه الحالة للضغط على دول التحالف أو لابتزازها أو سمي ما شئت من تسمية، ولكن واقع الحال أن هناك كارثة إنسانية حقيقية، لا أحد يستطيع أن ينكر هذه الكارثة الإنسانية. نعم، لكن كيف يتم أو كيف نفسر صمت التحالف والحكومة الشرعية إزاء حالة الجمود التي تكتنف أغلب الجبهات؟ يعني هذه قضية معقدة وقضية ترتبط بحسابات مختلفة، طبعا هناك جبهات بين قوسين متحركة مثل بعض جبهات محافظة صعدة ومحافظة والبيضاء، لكن هناك جمود في محافظة تعز وفي مارب وصنعاء، وبالتالي هناك أكثر من حسابات وأكثر من سبب لهذا الجمود، ولكن في كل الأحوال السبب الرئيسي الذي يقف هو في الأصل أنه غياب السلطة الشرعية ومشروعها وغياب سلطة واحدة. يعني نحن نعرف بأن ما هو حاصل في اليمن الآن أنه ليس هناك سلطة شرعية لديها غرفة عمليات واحدة ولديها المؤسسات التي تشرف على جميع العمليات العسكرية، هذا الأمر غير موجود، وبالتالي هنا الخلل الرئيسي. وبالتالي تنشط هذه الجبهة أو تضعف الأسباب خاصة بالطرف المسيطر على هذه الجبهة وحساباته التي يراها، لكن لو كان هناك وجود لسلطة بين قوسين السلطة الشرعية وهي الطرف المتحكم لوجدنا بأنها ستتحرك في أكثر من جبهة أو في بعض الجبهات وفقا لاستراتيجية واضحة تحقق الهدف العام، لكننا حتى الآن لا نعرف ما هو الهدف العام. يعني بعد أن أصبحت الحالة في اليمن بشكل فوضوي نجد هناك قوى تطالب بالانفصال وتجد الدعم من بعض أطراف التحالف، وهناك أطراف تقاتل لأسباب دينية والأسباب حزبية، ومن ثم لم نعد نعرف ما هو الهدف. الهدف بين قوسين اسمه إعادة الدولة، أي دولة التي نستعيدها؟ هل دولة مقسمة إلى عدة دول أو عدة أقاليم أو عدة ميليشيات أو عدة سلطات؟ أما الدولة الواحدة اليمنية التي ينبغي أن تكون، لكن هذا الهدف لا توجد الأسباب التي توصلنا إلى هذه النتيجة. ما يحدث الآن في معظم جبهات اليمن يقودنا إلى الفوضى ولا يقودنا إلى يمن مستقر ويمن واحد. نعم، إذن سأعود إليك سيد عبد الناصر، أذهب بالسؤال للسيد سلمان عسكر. يعني سيد سلمان، الجميع يتحدث عن الحالة الإنسانية وعن ما يقدم في المجال الإنساني لليمن، مركز الملك سلمان دائما ما يتحدث عن أرقام والأمم المتحدة أيضا، لكن في الواقع كما يتحدث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك أنه 22 مليون في اليمن يعيشون على المساعدات الإنسانية، وقرابة 18 مليون يعانون من نقص الأمن الغذائي، و8 مليون يعانون من نقص شديد في الأمن الغذائي. هذه الأرقام المفزعة، يعني أين دور جميع الأطراف من هذه الأرقام؟ سيد سلمان، هل تسمعني؟ سيد سلمان،
نعم، إذن يبدو أنه فقد الاتصال بسلمان عسكر. سنعود للسيد عبد الناصر ريثما يعود. يعني سيد عبد الناصر، أنقل لك يعني ذات السؤال، هو الجميع يتحدث عن ما قدمه لليمن وعن الدعم في الجانب الإنساني، بينما يعني تصريح لي وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية يقول أن 22 مليون يمني يعيشون على مساعدات، وأيضا 18 مليون يعانون من نقص في الأمن الغذائي، و8 مليون يعانون من نقص شديد في الأمن الغذائي. يعني كيف نفسر هذه الأرقام مقابل التصريحات التي تقول أنه كل طرف يقدم دعم كبير، وبالتالي الواقع يختلف تماما؟ الشيء المهم تذكيره هنا أن حجم المأساة هو كبير، وسكان اليمن الذي يقاربون 30 مليون لا يمكن أن تحلها عن طريق الجمعيات هنا أو منظمات دولية. المشكلة في اليمن متفاقمة وكبيرة من قبل الحرب وفاقمتها الحرب، ومن ثم ما تقوم به المنظمات وما يقوم به المانحون الأجانب لن يؤدي إلا ربما إلى إخفاء المجاعة الظاهرة، بمعنى أننا لن نشهد أو يحاولون أن يخفوا وجود بشر جائعون مهيكلين يمرون في الشوارع دون غذاء. هذه هي أقصى ما يمكن أن تقدمه هذه المساعدات. لكن عندما نتحدث عن 30 مليون في ظروف صعبة وفي وضع اقتصادي صعب قبل الحرب وبعد الحرب، فإن أي حلول لا يمكن أن تكون حلول جذرية وتغير من المشهد. ستظل هذه الأرقام تتصاعد، ونحن نعرف أنه من أكثر من عامين والأرقام تتصاعد عن حالة من هم محتاجين للغذاء ومن هم معتمدين على المساعدات وكم هم الذين يعانون من نقص شديد في الغذاء ومن لا يمتلكون الوجبة التالية وغيرها، حتى أصبحت من كثر تكرارها مملة رغم أنها كارثة يعني بالضبط. والمأساة أنها كارثة، وبالتالي نكررها وهكذا وكأننا نتعامل مع أرقام وليست مع حقائق وآلام ناس. يعني إحنا نتكلم عن آلام 20 مليون نسمة تقريبا لا يجدون غذائهم لليوم التالي، هذه كارثة بكل المعاني. ولهذا كل ما سيحدث من ما لم تتوقف الحرب، ما لم يكون هناك، ليس فقط كلمة توقف الحرب بمعنى تتوقف الحرب لن تدخل في الحرب بصيغة ثانية، توقف الحرب وعودة الدولة وعودة مؤسسات الدولة وعودة الاستقرار لليمن، ما لم يحدث هذا الأمر وهذا الأمر يبدو لا زال بعيد جدا، ستستمر الكارثة في التصاعد. لأنه ما يحدث أنه من بداية الحرب والناس تستهلك جزء من احتياطياتها القديمة، ولكن المجتمع بشكل عام بيستنزف على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وبالتالي المشاكل بتزداد سوءا، وليس هناك أيضا من أفق الحل مثل هذه المشاكل، خاصة كما ذكرت لك بغياب السلطة الشرعية التي ليس لها أي وجود على الأرض، بمعنى ليس هناك من عاصمة وليس هناك من سلطة تمارس وظائفها بشكل فعلي من أراضي يمنية. هناك مسؤولين يعيشون في الفضاء الخارجي لليمن ويمارسون سلطتهم عبر الواتساب، هذا ما نعرفه عنهم عن هذه الحكومة الشرعية. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. في ختام هذه الحلقة أيضا أشكر ضيفي السيد سلمان عسكر محلل سياسي سعودي، كان معنا من الرياض وفقدنا الاتصال به ولم نتمكن من إعادته مرة أخرى. أشكرهم جميعا، وفي الختام تقبلوا تحياتي حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.